بعد ما كل الناس بقى حلمها تجيب الابل فيجن برو وتباع منها 200,000 وحده في فتره البري اوردر لايك ذس، جم وقالوا لك مش حلو. Money talks. ناس كتير من اللي اشتروا نظارة الابل فيجن برو قرروا يروحوا الستور يرجعوها ويستردوا فلوسهم، وكان رأيهم انها حلوة لكن تقيلة لدرجة ان مفيش يوم استخدموها، غير وجالهم صداع واجهاد للعين ووصل لانفجار الاوعية الدموية. الموضوع كبر لدرجة ان مارك زوكربيرج طلع بنفسه وعمل ريفيو للابل فيجن برو، وقال انه في الاول كان فاكر ان نظارته الميتا كويست 3 هتبقى افضل بس كقيمة مقابل سعر، لان اعلى اصدار من نظارة ميتا ب $650 مقابل $4,000 لنظارة أبل. لكن بعد ما جربها اتفاجئ ان نظارة ميتا هي الافضل من ناحية سطوع الشاشة ومحتوى البرامج، وكمان وزنها اخف وسهلة الاستخدام. بس عشان يقول اللي ليه واللي عليه، قال ان ميزة تتبع العين في ابل دقتها اعلى من ميتا. فمن موقعي هذا احب اقولك لو انت مش معاك فلوس فما تتضايقش قوي، ما فاتكش كتير وهيكونوا حلوا المشاكل دي كلها.